خلينا دلوقتي نروح لأخبار المحافظات اللي كان فيها امبارح أخبار كتير مهمة، زي مثلا في أسيوط تم افتتاح مشروعات ب 127 مليون جنيه ضمن احتفالات العيد القومي بأسيوط، وفي كفر الشيخ تم تدريب 1800 سيدة على ريادة الأعمال، وأخبار تانية من البحيرة والوادي الجديد وكمان من القليوبية. أخبار كتيرة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات، نبدأها من الإسماعيلية. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة إيفر آرم في أول رحلتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا. في أسيوط تم افتتاح عدد من المشروعات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بتكلفة 127 مليون جنيه بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واللي بيمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799. في البحيرة تم افتتاح 9 مساجد جديدة، وبكده يكون تم بناء وافتتاح أكثر من 425 مسجد منذ عام 2018 ولحد دلوقتي. وقال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة إن افتتاحات المساجد بتعكس اتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة إنه تم حتى الآن حصاد 24 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة من إجمالي 342 ألف فدان. في كفر الشيخ تم تنفيذ 72 دورة تدريبية من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال اللي بيهدف لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس اللي بيتم فيها تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في القليوبية أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بدء موسم حصاد محصول القمح، وقال إنه إجمالي ما تم زراعته بالمحافظة حوالي 50145 فدان بزيادة عن السنة اللي فاتت بمساحة 3500 فدان وبنسبة زيادة 35%.